حوالي هكتارين هي المساحة المغروزة من أشجار الزيتون النوع المستورد الذي يطلق عليه اسم أربوسانا، وذلك بكثافة 830 شجرة في الهكتار، بهدف عقلنة التسميد عبر تحليل الأرض التي تقوم بها المصلحة الإقليمية لتفعيل الاستشارة الفلاحية بمدينة الخميسات. 435 مسقية. أما الإنتاج المرتقب لهذه السنة إن شاء الله فهو 33 ألف طن، يعني بزيادة 23% عن السنة الماضية نظرا للظروف الملائمة اللي عرفها الموسم الفلاحي الماضي، حيث التساقطات المطرية بلغت 641 ملم، أي بزيادة 49% من معدل 30 سنة الماضية. هنا بهذه المدرسة الحقلية يتوقع إنتاجها المرتقب هذه السنة بحوالي 7.2 طن في الهكتار، وهو رقم مهم كباقي المزارع هنا بالمنطقة ونواحيها، حيث تشتهر بإنتاج إيجابي للزيتون وزيت الزيتون. ملي بدا المخطط المغرب الاخضر اللي دابا هذه 10 سنوات مرينا واحد 650 الف هكتار ديال الزيتون، اليوم وصلنا لمليون و50 الف هكتار. هذا الغرس ديال 400 الف هكتار اللي دارت في السنوات الماضيه عطات الاكل ديالها، وهي بدينا نشوفوا كنلمسوا النتائج ديالها في السنوات اللي دازوا. عبر مراحل عديدة وبين الزراعات البورية والسقوية، يحاول المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بشراكة مع الفلاحين تطوير المنتوج للأفضل، وبين أشجار المنارة والحوزية المغربية وأيضا الأربوسانا المستوردة يكون المغرب سائرا في تطبيق مخطط المغرب الأخضر. ملي كنعطيو المواد مزيان كتعطي الغلة مزيانة، كيكون داكشي زوين، الطوناج كاين، كلشي كاين الحمد لله مزيان. هذا العام مزيان، كل عام زعما راه غتكون ملي كنعطيو المواد داكشي ديال الانكري والمواد البوطاس وداكشي كيكون داكشي زوين مع السقا وداكشي. بالرغم من بعض الصعوبات المتعلقة بالظروف المناخية والفلاحية، إلا أن المملكة المغربية تسعى جاهدة إلى تطوير إنتاج قطاع الزيتون سنة بعد سنة.